هو بيحقق اتفضل عرف مقام نفسك حتى ولو كان هذا قاسم علي عضو في حركة 6 ابريل وناشط سياسي. اعلن في الجزيرة منذ قليل الاعتصام انفض او تعليق الاعتصام. والله انا بص حضرتك انا بكلمك من وسط ميدان التحرير. لو كان هناك نية او كان بفعل تم فض الاعتصام كان هيبان. انت حضرتك ممكن تشوف حواليك كده الناس موجودة عادي. احنا فض الاعتصام مرهون بتحقيق مطالب. هذه المطالب احنا عملناها في شكل 10 مطالب، منها مطالب فورية او آنية او حالية او اي مسمى، والمطالب الاخرى بنسميها مطالب بجدول زمني. اذا تم تحقيق هذه المطالب او تم الشروع في تحقيقها، لان احنا بنقول ان في مثلا زي مطالب العدالة الاجتماعية هتاخد وقت شوية، لو تم حتى الشروع في تنفيذ والمجلس العسكري يعطي النية لتنفيذ هذه المطالب، بالفعل سوف يتم فض الاعتصام بدون اي مماطلات وبدون اي تسويف. يعني جميع الفصائل او جميع الائتلافات متفقه على الاستمرار؟ طبعا الكل مستمر. احنا ما لناش دعوه، يعني اعتقد ان ليس هناك علاقه بيننا وبين القوى السياسيه التي هي متمثله في الاحزاب. احنا لا احنا لا نعول عليها اي شيء، الاحزاب تتخذ كيفما شاء، ولكن الثوره يصنعها الافراد. وعندما بدات الشرار الاولى للثوره كان المشعل لهذه الثوره هي الشباب المستقل الذي لم يكن ينتمي لاي احزاب سياسيه، وكان يعني الاحزاب السياسيه هي نعم اي جزء من الثوره ولكن ليست كانت الكل الجزء الرئيسي في الثوره. مين اللي حضر هذا المؤتمر؟ المؤتمر حضروا بعض الاساتذه المعنيين بالسياسه والاقتصاد. عندنا نائب رئيس تحرير الجمهوريه الاستاذ محمد فزاع، وكان موجود ايضا الاستاذ ماجد يحيى وهو خبير تنموي بشري. ثم كنت يعني تشرفت ايضا وكنت من احد الناس المدعوه في هذا الاجتماع. تناقشنا وتبحثنا عن التحديات التي تواجه الثورة في الوقت الحالي، ثم تطرق الحديث إلى الاعتصام، هل فض الاعتصام أم الاستمرار، ثم كان القرار النهائي بالاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق المطالب أو تنفيذ المطالب أو الشروع في تنفيذ المطالب. حد من المصابين حضر أو المشاهدين؟ يعني بعض أسر الشهداء حضروا لنا تحدثوا، وكان حديثهم مؤثر جدا، وكيف أنهم فقدوا أبنائهم، ثم تعالت الصيحات بالعدالة والقصاص. العدل هو أساس الملك، الكل يجب أن يحاسب، العدالة فوق الجميع، لا أحد فوق المساءلة، لابد أن تسود دولة القانون. هذا يعتبر جزء أصيل من بناء دولة ديمقراطية أو من وضع مصر على طريق الديمقراطية بوضع أسس العدالة في كل شيء، سواء كانت عداله اقتصاديه او عداله سياسيه او عداله اجتماعيه. انا مع 6 ابريل. العب شكرا. اين رجال القانون؟ اين القضاء من ذلك؟ لا نعلم اي شيء. يعني المحاكمات هذه محاكمات تجد هناك